طبعا دي شبكه انتركام صوت العماره السكنيه مكونه مثلا من 5 طوابق. انا عندي اهو فيرست فلور، سكند فلور، ثيرد فلور، فورث فلور، تمام. وفي عندي هنا الجراوند فلور، يبقى الجراوند ده رقم واحد، ادي الدور الاول، الدور الثاني، الثالث، الرابع اللي هو يعتبر الطابق الخامس. كل واحده زي ما قلنا ليها، تمام، ليها الكنترولر المشترك بينهم. اهو في عندي هنا اهو، ادي الباور، نبدا من هنا، باور 220 فولت وتردد 50 هرتز او 60 هرتز. بعد كده يدخل على الترانسفورمر، عمليه التحويل اللي هو يحول من 220 مثلا ل 24 حسب الجهاز، يحول 24 فولت اي سي. وبعد كده في دايره معاه بتحول ل 24 فولت دي سي. طبعا هنا بيبقى في الاوديو المين انتركام يونت. المين انتركام يونت دي هي الوحده الرئيسيه اللي بيبقى فيها كل التحويلات، تمام. بيوصل طبعا هنا كابل من المين انتركام يونت، كابل اللي هو كات 5 او اللي هو كات 5 اي، ده كابل انترنت بيدخل على الوحده الخاصه بالهاند سيت او السماعه، تمام. يبقى انت بتاخد في الرايزر هنا بتوصل الاوديو، الاوديو مين انتركام يونت، المين انتركام يونت، تمام، هي اللي بيوصل منها كابلات انترنت او كابلات كات 5 او كات 6 حسب بقى اللي مطلوب، تمام، كابلات يو تي بي، تمام، بتروح رايحه للهاند سيت بتاعتي، والهاند سيت نفسها هي اللي بتوصل بالمين اوديو، والمين اوديو واخد من الترانسفورمر، وده كله بيبقى مربوط ب، تمام، الوحده الخارجيه اللي هي بتتحكم في الباب، بحيث يقدر عندي كذا حد يقدر يفتح الباب من خلال الضغط على الزر من عنده من العده بتاعته او من خلال عده التليفون الخاصه بالشقه نفسها. طبعا في الانتركم المرئي، الانتركم المرئي ده بيبقى مزود بكاميرات مثبته في الخارج. يبقى الفرق بين الصوتي والمرئي، الصوتي ما اقدرش اشوف مين اللي موجود بره، بس اقدر اسمع صوته، تمام، بتوصل كاني واصل على تليفون. اما الانتركم المرئي ده مزود بكاميرات مثبته في الخارج، يعني عند الوحده نفسها، تمام، اللي بقدر افتح بيها او بقدر اتكلم. الوحده الخارجيه بنركب كاميرات بيتم استقبال صوت وصوره من الزائر نفسه من خلال كابلات ايثرنت، تمام، اللي هي كابلات الكات 6 او الكابلات الكات 5 اي او الكات 6 اي، المهم كابلات انترنت اقدر اوصل بيها الكاميرا مع جهاز الانتركم. طبعا دي بتبقى فور بير، بيسموها يو تي بي انشيلد تويستد بير، كابل انترنت عادي بتوصل مع الوحده الداخليه، بتكون مزوده الوحده الداخليه بمين؟ بسماعه وشاشه عشان اقدر اشوف الاشخاص. يبقى الوحده الخارجيه هنا، تمام، في طبعا ادي المحول، وفي بعد كده عندي الانتركم المرئي بيتضاف له كاميرا، بيتضاف له كاميرا، والوحده الخارجيه اللي بتبقى متصله في الباب. ده شكل انتركم مرئي، تمام، لنفس الرسمه اللي احنا خدناها في الانتركم الصوتي. بيدخل ال 220 فولت اي سي 50 هرتز على الترانسفورمر او على دائره التحويل. بعد كده بيدخل على الفيديو، على الفيديو، تمام، مين انتركم يونت اللي هي واصله اساسا بكاميرا واحده بس تبقى موجوده عند الباب، وكل واحد معاه هاند سيت او معاه العده بتاعته. في عندك كام عده تليفون نفسها بيبقى مزوده بشاشه وعليها الزرار بتاع الفتح او الاغلاق. طبعا مميزات اجهزه الانتركم الحديثه، امكانيه الربط مع السنترالات الحديثه الموجوده بالفعل داخل الشركه، يعني انا اقدر اربطها مع نظام السنترال، مع البابكس الداخلي او مع السنترال الداخلي، اقدر اسجل المكالمات مع الزائر، امكانيه تسجيل المكالمات مع الزائر، ودي حته مهمه جدا. في حاله عدم وجودك في البيت يمكن تحويل مكالمه الزائر على التليفون المحمول الخاص بك، يعني لو واحد دخل على انظمه الانتركم وهي متصله اصلا بانظمه التليفون او بانظمه الموبايل، اقدر احولها على الموبايل بتاع الاونر نفسه. امكانيه تصوير الزائر بالفيديو طبعا بجوده عاليه، ودي بتعتمد على مين؟ على الكاميرا اللي راكبه بره على الباب. ممكن التحكم في فتح وغلق الابواب من خلال المحمول، اقدر انا افتح البيت واقفله من خلال موبايل ابلكيشن نازل عندي بقى لو انا مش موجود في البيت. طبعا بيقول لي في حاله اذا كان العقار او المبنى به عدد من المداخل، في هذه الحاله يتم تركيب الوحده الخارجيه عند كل باب. يبقى لازم لو في كذا مدخل اركب عند كل باب وحده خارجيه، طبعا بتبقى واصله بكابلات ايثرنت، كابلات كات 6 او كات 6 اي، طبعا نوعها يو تي بي، بتبقى فور بير، والكابلات دي طبعا بتلم كلها وتروح على الوحدات الداخليه الموجوده في الجهاز. لو انا
عايز اعمل تشيك ليست كده اشوف انا وبستلم الشغل بتاعي الخاص بالانتركم اعمل ايه. في عندي شيت كده بسيط بيقول لي والله ادي عندي كذا ايتمز انا وبستلم، وانا اقدر اعلم هنا اتشيك هل ده اكسبت يعني مقبول ولا ريجكتد، ولا اكتب كومنت سواء كان اكسبت او ريجكتد اكتب كومنتس هنا على السيستم بتاعي. فبيقول لي تشيك الانتركم سيستم بانل، يبقى انا اشوف الانتركم سيستم بانل في الاول تمام، اند النيرس ستيشن ار فري فروم دامج. طبعا انا كمهندس لو انا مهندس استشاري بنزل استلم اول حاجه ابص هل اللوحه نفسها اصلا ما فيهاش اي شروخ كسور فيها اوساخ فيها اي حاجه خارجيه، فوالله لو هي اكسبتد اللي هي الانتركم سيستم بانل اقدر اقول له خلاص اكسبت. انشور تو ايدنتيفاي الكنترول بانل، طبعا السيستم بانل والكنترول بانل طبعا بيبقى مربوطه بديسبلاي اللي هي شاشه العرض نفسها او اللوحه الداخليه. طبعا هنا الورقه دي خاصه بالنير سكول سيستم والانتركم سيستم، فوالله برضه هي برضه سليمه اكسبتد. انشور that any panel and base station are secured and aligned. طبعا موضوع المحاذاه او الالايند، لا والله في محاذاه بينها وبين ليها ستاندرد في الارتفاع خلاص مطبق بالتركيب اديله accepted. ensure that the internal termination are tied and free from loose ended. طبعا ابص على الاندد او على الاطراف بتاعه التوصيل هل هي الاطراف مربوطه كويس تمام معموله بترمينيشن كويس متثبته كويس ولا لا. طبعا لو متثبته كويس اديله اكسبتد. فيرفاي ذا نتورك كيبل بيريور باورنج ذا سيستم، هل كابل النت اللي احنا قلنا كات 5 او كات 5 اي او كات 6 كات 6 اي هل كابل النت تواصل ومظبوط تماما ولا لا. انشور تو يوز الكالر كودنج فور ذا سيستم ترمينيشن، هل الراجل ده بيطبق لو في عندي الوان احمر واسود واصفر واخضر هل هو مطبق الكالر كودنج ولا لا. ايدنتيفاي تاجز، هل في تاجز محطوطه علامات ابقى عارف ده كابل رايح من فين جاي لفين الجهاز ده اسمه ايه حط عليه تاجز ولا لا. انشور تو كونكت اللوك كيبل تو انتري بانلز، هل الكابل بتاع اللوك اللي هو القفل ده او القفل موجود ولا لا. انشور ذات all the cables are installed and terminated properly، هل الكابلات معموله ترمينيشن بطريقه مناسبه ولا لا. ثيرد بارتي كونكشن is to be made as per project specification and to be، طبعا ممكن اقدر اخلي ثيرد بارتي هو اللي بيعمل لي عمليه التشيك والكلام ده على اساس ان انا ابدا اشوف عمليه الاستلام سليمه ولا لا. طبعا هنا بنتكلم على زينتل اللي هي الشركه الخاصه بانظمه الانتركم الصوتي والمرئي زينتل تمام، الموقع بتاعهم www.zentel.com شركة كبيرة جدا. طبعا هنبدأ نشوف الشركة، في شركات طبعا فرعية منها او في موديلات فرعية منها زي فينكتور ستاند فون اللي طبعا باي زينتل جروب، هي اصلا زينتل جروب. ده الشكل بتاع اللوحة تمام بتاعة الفويس او بتاعة الصوت بس او النظام الصوتي تمام. فانا بقدر اعمل لوحه كنترول كامله اقدر ادخل من خلالها على نظام الانتركم الصوتي او المرئي. طبعا هنا بيقول لي التربين كومباكت انتركمز اللي هو النوع ده طبعا ستنت فون في منه كذا موديل تمام، الموديلات المختلفه هتبدا تشوفها انت حسب الشركه. طبعا بيدي لك السبيكس الخاصه بالشركه، الماتيريال المصنوعه منها ستانلس ستيل مثلا والسنجل كابل باتون، ويديني التفاصيل بتاعه الصوت التفاصيل بتاعه السبيكر السماعه نفسها المانيوال سبيتش دايركت كنترول او دايركشن كنترول، الراجل هيبدا يتكلم يضغط هنا على مانيوال عايز يعمل كانسل، الكول بوتون اللي هو انا اقدر اعمل عمليه استدعاء او انا لما اجي اتواصل مع الراجل بضغط على الزرار ده تمام. فهو مديني كذا اوبشن وكذا موديل انا اقدر ادخل من خلاله من خلال الشركه. هنا بيوضح لي بيسموها التربين كيت فويس اوفر اي بي تمام، ده فويس اوفر اي بي انتركم موديول، ده بيسموه ده مهم جدا يا شباب في الشغل بتاعنا، ده مهم جدا الفويس اوفر اي بي انتركم موديول.
في عندي طبعا هنا المكونات الرئيسيه بتاعته، رقم واحد هنا اللي هو الباور او الريلي انبوت، ده الدخل بتاع الانبوت بتاعي. رقم اثنين في الانبوت انترفيس اللي هو بتاع الانترنت، تمام. بعد كده رقم ثلاثة اكسترنال اوديو، ده الخاص بالجزء بتاع الصوت الخارجي، ممكن اركب سماعات خارجيه، تمام. بعد كده اربعه اللي هو الايثرنت، تمام، والباور اوفر ايثرنت بورت اللي هو ده الجزء الخاص بكليبس النت، وانا هنا بقدر اخد باور للكاميرا او باور للفويس، تمام، بتاعتي، انقل صوت، يعني بنقل باور وبنقل فيديو او بنقل باور وبنقل فويس من خلال كابلات الانترنت او خاصيه بنسميها بي او اي، اشتغلنا عليها كتير دي، باور اوفر ايثرنت، باور اوفر ايثرنت. بعد كده الماونتنج كليبس، دي الاطراف اللي انا بقدر اعمل منها تثبيت لهذا الكنترولر او هذا الموديول، ده بيسموه تي كي اس او تي كي اي اس 2 تربين كيت، ده التربين كيت فويس اوفر اي بي انتركم موديول، ده عباره عن موديول خاص باجهزه الانتركم، ده اهم حاجه فيه، ده الكنترولر اللي بيوصل عليه، تمام، الوصله بتاعه الانترنت بكابلات الباور والدخل بتاع او الخارج بتاع السماعات، لو انت عندك حاجه هتركبها كسماعه بحيث تطلع لي صوت. طبعا دي اشكال مختلفه، اندستريال اند الاي اكس او بيسموه الاكستندد انتركمز، دي المودلز المختلفه تي اف اي اي 1 وتي اف اي اي 2 تي اف اي اي 6، كل واحد ده موديل مختلف عن الثاني، دي اشكال مختلفه منه. هنا بيبدا يديني موديل معين ويديني التفاصيل بتاعه هذا الموديل، هنا بيقول لي اهو دي السبيكر، هنا اقدر اعمل فوليوم ادجستمنت، اقدر اتحكم في الصوت، ازود الصوت او اقلل الصوت، بلس طبعا بتعمل انكريز وماينس بتعمل ديكريز. هنا بقى الفانكشن كي ليد، دي الليد اللي هي بتنور في حاله الوظائف نفسها، برضو هنا في ليد، ده كله ليد فانكشن كي. هنا بعد كده الكي فور توجلينج بتوين اكسترنال اند انترنال اوديو ديفايس، هنا الجزء ده اللي هو بيخليني ابدا اعمل توجلينج بين الانترنال والاكسترنال اوديو، يعني واحد بيتكلم وتاني بيسمع، مع كده بنبدل، هو بيسمع وانا بتكلم، تمام. هنا طبعا ده الفانكشن كي، ده الفانكشن اللي هي الاف، ده الزرار بتاع الكانسل او الاوبن نفسه او البرايفت، هنا بقدر اعمل الجزء ده اللي هو الليد خاص بالكول، في كول عندي لو في فولت بيبقى بيظهر لي الليد ده بينور فولت ليد، طبعا ده بيبقى منور بمجرد ما انا اشغل الباور، يبقى في عندي باور ليد، باور ليد، فولت ليد، كول ليد، اخد بالي من الليدز دي المختلفه. طبعا هنا بيبقى موجود المايك، ده مهم جدا في الحته دي، المايك هنا موجود تحت اهو والسماعه فوق، يبقى انا في عندي مايكروفون وفي عندي سبيكر، في عندي مايكروفون وفي عندي سبيكر. طبعا هنا في مانوال سبيتش دايركشن كنترول، ودي مهمه جدا لما انا اكون عايز اتكلم مانوالي، بضغط على الزرار ده، بضغط على زرار المانيوال وابدا اتكلم او ابدا اسمع من خلال السماعه بتاعتي، يبقى انا عندي مايكروفون وعندي سبيكر. طبعا هنا بيديني ادي سبيكر وادي مايكروفون زي ما شفنا، وادي الفانكشن كيز اللي هي ممكن احط عناوين هنا الليبلز اللي هي الشقه رقم كذا، شقه رقم 1 2 3 4 وهكذا، تمام. ده موديل تاني اقدر اشوفه، المهم ان انا في عندي دايما سبيكر وفي عندي مايكروفون وفي عندي شويه ليدات بيوضحوا لي العمليه بتتم ازاي. طبعا زينتل عامله كذا موديل من القصه دي، عامله موديل تاني خاص بالانتركم المرئي، الانتركم المرئي، تمام، فيديو، طبعا هنا اي بي فيديو مانجمنت، اقدر ادخل على الانتركم ده بدل ما كان صوت بس، اقدر اخليه صوت وصوره اي بي في ام زي العده بتاعت التليفون دي، تمام. وادي عندي الجزء اللي هو الخارجي، فبيقول لي والله ده انا اقدر الاي بي في ام هاز ببلشد ريبورت، طبعا في تيستنج ريبورت بيحصل عليه كبير جدا على اساس يعمل عمليه الاختبار. هنا طبعا الجزء الخاص بالكاميرا، تمام، وفي جزء بتدي لك ريبورتات، في كالكيوليتور، تمام، في عندي الاونلاين شوز، في عندي الجايدز، وفي عندي الستاتيكس، وفي التيستس او الاختبارات اللي بتتم على الاي بي في ام، تمام.
طبعا هنا التكنولوجي فيتشرز ممكن ده يشتغل على الكاتيل، وبيشتغل على افايا، تمام، وبيشتغل على سيسكو، بيشتغل على ان اي سي، تمام. طبعا هو بياخد ان اي سي سيرتيفايد، بيبقى الاي بي بتاعه 66، اوتوماتيك فوليوم الصوت، اوتوماتيك هاي ديفينيشن فويس، اوتوماتيك جين كنترول، ده كله خصائص الصوت، اكتيف نويز كانسليشن، تمام، فويس اكتيفيتي ديتكشن، والاتش بتاعته 264، والاي بي اوفر 2 واير. ده طبعا تكنولوجي خاصه بالانظمه بتاعه الموديل بتاعنا اللي احنا شغالين عليه. طبعا بيديني موديلز برضه مختلفه للنظام، موديلز مختلفه بيديني خصائص مختلفه، يعني مثلا كريستالا كلير اوديو اند هاي ديفينيشن فيديو، بيديني بقى ايه اللي والله لا في هنا كاميرا، والكاميرا دي هاي ديفينيشن، بيديني مواصفات الكاميرا نفسها، مواصفات الساوند، تمام، بحيث يديني كواليتي عاليه اللي هو الاوتوماتيك فوليوم كنترول، وبيديني الاكوزيشن او الاكوستيك ايكو كانسليشن، والاكتيف نويز ريدكشن، ده كلها بتبقى خصائص في الصوت بتاعنا بحيث يبقى متميز في نظام نظام الانتركم الصوتي او نظام الانتركم المرئي. طبعا تقدروا تدخلوا على السايت بتاعهم وتشوف كل الخصائص الموجوده وكل الموديلات. طبعا في فيديو اند فويس اوفر اي بي انتركم موديول، بيشتغل فيديو، تمام، ويشتغل صوت، فاحنا ده يعتبر انتركم مرئي، في منه موديلات كثيره جدا. طبعا هنا بيدي لك الاكسسوارز بتاعته، تقدر تركبه ازاي، باك بوكس اهو، بتركب الوحده الخارجيه او الوحده الداخليه، بيدي لك بتوصلها ازاي، بتوصل الكاميرا ازاي، بتوصلها في بوكس ازاي، ده كله بيبقى موجود في الداتا شيت بتاعتي. فانا كده خلصت برنامج، تمام، او الجزء الخاص بانظمه الانتركم الصوتي والمرئي، وشفنا بعض الشركات اللي شغاله في انظمه الانتركم الصوتي والانتركم المرئي. يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن انظمه الانتركم او الانتركم سيستم. أشوفكم في فيديوهات تانية إن شاء الله خاصة بباقي الأنظمة المتعلقة باللو كارنت.